بسم الله الرحمن الرحيم نشرت المجله الاوروبيه لامراض الجهاز التنفسي دراسه عجيبه حول اسرار الحبه السوداء لقد وجدت بالفعل ان تناول الحبه السوداء بانتظام يؤدي الى تحسين اداء الرئتين ويعالج ضيق التنفس بشكل مذهل بل ان مرضى الربو وجدوا تحسنا ملحوظا بعد تناول هذه الحبه السوداء. اما في المانيا فيؤكد الخبراء ان الحبه السوداء او حبه البركه هي دواء للكثير من الامراض وخاصه زيت الحبه السوداء بسبب القيمه الغذائيه العاليه والخصائص الطبيه المذهله. حيث يقول الباحثون ان حبه البركه او الحبه السوداء تستعمل كمخفف للالام. زيتها يساهم في عمليه التئام الجروح وعلاج اثار الحروق الخطيره الناتجه عن الاسلحه الكيميائيه وان تناول الحبه السوداء يقلل ايضا من الاثار الجانبيه الناتجه عن ادمان المخدرات لقد اثبتت الدراسات العلميه الحديثه جدوى طريقه العلاج ضد بعض انواع السرطان كسرطان الامعاء حيث تعمل الحبة السوداء على وقف نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها في الجسم وتعمل كمضاد حيوي قوي. يقول الخبراء: الحبة السوداء تحوي على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات النباتية وبعض الاحماض الدهنية غير المتشبعة. تناول الحبة السوداء بانتظام يمنع نمو انواع من السرطان كما اوضحت تجارب اجراها علماء في مختبر علاج السرطان بالطرق الاحيائيه في ولايه جنوب كاليفورنيا الامريكيه، وذكر العلماء ان للحبه السوداء تاثيرا كبيرا على انتاج خلايا الدم وتقويه مناعه الجسم ضد السرطان والفيروسات. الخبراء ينصحون بتناول كميات قليله من حبه البركه، اما بطحنها او برش بذورها على المواد الغذائيه او مع السلطات ويمكن طحن حبه البركه ومزجها مع الماء وشربها ايضا وينصح خبراء من المانيا بتناول حبه البركه يوميا قبل ساعه من وجبه الطعام كما يمكن مزج دهون البذره مع العسل للتخفيف من الطعم اللاذع لها وفي حالات العلاج من أمراض السرطان ينصح بتناول ملعقة حبة البركة ثلاث مرات في اليوم وحسب أحد المواقع المهتمة بالعلاج الطبيعي فإن الحبة السوداء هي علاج لأكثر من مئة مرض فالحبة السوداء تتميز بالخصائص التالية عدوا معي أيها الأحبة مضاد حيوي مانع تأكسد مضاد للبكتيريا والفيروسات مضاد للتخثر مضاد للربو والتحسس مضاد فطري قوي مقوي لنظام مناعه الجسم بالاضافه للكثير من الفوائد التي تشمل صحه القلب والجهاز العصبي وجهاز الهضم ولعلاج الجلد ومضاد طبيعي للالتهابات وقاتل طبيعي للخلايا السرطانيه وعلاج للعقم ايضا كما ان بعض الدراسات تؤكد فوائد زيت الحبه السوداء لعلاج الامراض الجلديه وعلاج جفاف الشعر وحتى علاج حالات الاسهال المزمن الناتج عن البكتيريا الضاره زيت الحبه السوداء ايضا يخفض ضغط الدم العالي ويعالج الارق بالاضافه الى قائمه طويله يطول ذكرها فكما يقول هؤلاء الباحثون تكاد هذه الحبه السوداء ان يكون فيها علاج من كل داء والان ايها الاحبه ماذا قال النبي الكريم عن هذه الحبه السوداء؟ هناك حديث عظيم لحبيبنا عليه الصلاه والسلام يؤكد فيه القوه الشفائيه لهذه النبته المباركه حيث يقول: في الحبه السوداء شفاء من كل داء، رواه البخاري ومسلم، والسؤال ايها الاحبه الا يستحق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل تقدير واحترام انه نبه على فوائد هذه الحبه السوداء في زمن لم يكن احد على وجه الارض يعلم شيئا عن هذه الفوائد الطبيه لا نملك ايها الاحبه الا ان نقول صلى الله عليه وسلم